بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مناسبتان عظيمتان، ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى ولادة سيدنا ومقتدانا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة وأتم التسليم والثناء. نسأل الله عز وجل بحرمة هاتين المناسبتين أن يفرج عنا وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الضروري أن يأخذ منحى الحديث عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن الحديث عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم تقريب لشخصيته للعالم، وما أحوجنا أن نقرب شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم، ليس فقط إلى العالم، بل نحن في أمس الحاجة على التعرف أكثر وأكثر على شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لما في التعرف على شخصيته من الفوائد لنا في الدنيا والآخرة، فإننا كلما استطعنا أن نتعرف على شخصيته ومزاياه ومقاماته صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا جسدنا القدوة أمامنا لنستطيع أن نتخذ من سيرته وصفاته وأفعاله ما يكون لنا نورا في دربنا وفي حياتنا. فمن المهم أن نتعرف ولو بشكل متاح، ولو بالشكل الذي يتاح لنا، أن نتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مميزات هذه الشخصية، مقامات هذه الشخصية العظيمة، لأن في ذلك تحقيق لمفهوم القدوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الشهود، في عالم الدنيا، في عالم المادة له مقامات متعددة، في عالم الغيب، عالم الملكوت، عالم الملك، مقاماته لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن يحيط بها عقل، سواء ما كشفت لنا عنه بعض الروايات كمقام الشفاعة الكبرى، كون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الغيب وعالم الملك وعالم الملكوت له مقام الشفاعة الكبرى، هذا ما تدلل عليه جملة من الروايات، منها ما يذكره المسلمون شيعة وسنة، وهي مضمون هذه الرواية أن يوم القيامة كل نبي يعجز عن الشفاعة فيرمي بها إلى من هو قبله، عيسى يرمي بالشفاعة إلى موسى، موسى إلى من قبله من الأنبياء، إلى أن يصلون إلى خليل الرحمن إبراهيم الخليل يرفع هذه الشفاعة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع ويشفع. هذا مقام من المقامات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الغيب وفي عالم الملك والملكوت.
نحن نريد أن نتحدث عن مقاماته في عالم الشهود في عالم الدنيا. هذه المقامات في عالم الشهود متعددة، كمقام النذير، مقام البشير، مقام المبلغ، ولكن المهم من هذه المقامات هي ثلاث مقامات. أولاً مقام العصمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بمقام العصمة، وهو استحالة صدور الذنب منه على كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، لكونه معصوماً. ومعنى كونه معصوماً لا يصدر منه الذنب ولا تصدر منه المعصية. ومقام العصمة ثابت له بدلالة الآيات الكثيرة، وعلى رأسها آية التطهير التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سائر المعصومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن اقتران طاعته بطاعة الله عز وجل تعني أنه لا يمكن أن يصدر منه معصية أو ذنب، ولا معنى لإطلاق الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان النبي غير مصان من الذنب والخطأ. وقرن الطاعة طاعة بطاعة الله بمقتضى آيات كثيرة، وإطلاق الإطاعة لم يقيد الإطاعة في حد معين أو في مجال معين، لم تقيد أطيعوا الرسول ما أمركم بطاعة الله، إنما هذه الآيات أطلقت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطلقت الإطاعة للرسول. ومعنى ذلك أن كل ما يصدر منه قول أو فعل كله لا يمكن أن يكون معصية، ومن هنا أطلقت الآية إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وثمرة هذا المقام، مقام العصمة، أنه مستحيل، من ثمرة مقام العصمة مستحيل أن يصدر منه ذنب أو معصية في أي حال من الأحوال. ومعنى هذا مصونية أفعاله وصون أفعاله عن كل ذنب ومعصية وتجاوز لحد من حدود الله أو حكم من أحكام الله. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني الثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المقامات التي يشترك فيها أيضا مع سائر المعصومين، ولكن الغرض أن هذا المقام ثابت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو مقام الإنسان الكامل. مقام الإنسان الكامل هو مفهوم عرفاني طرحه العرفاء وبحثوه وذكروا كيفية وصول الإنسان إلى هذا المقام، يعني كيف يطوي الإنسان المراحل في تهذيب نفسه وإصلاحها وتطهير قلبه، والمراحل التي يمر بها في مجاهدته ليصل إلى مستوى ومقام الإنسان الكامل. علم العرفان والعرفان الإسلامي أحد مفرداته هي مسألة الإنسان الكامل، البحث عن الإنسان الكامل وكيف يستطيع الإنسان نتيجة طي مراحل المجاهدة والتهذيب والتخلية، أن يخلي نفسه من كل الصفات الرذيلة الصفات السيئة، ويكتسب، يعني يتحلى ويكتسب الصفات الحسنة والفضائل والمناقب حتى يصل إلى مقام الإنسان الكامل. الإنسان الكامل، هذه المفردة العرفانية هل لها مصداق أو ليس لها مصداق؟
أو أن البحث في علم العرفان بحث افتراضي، يعني نفترض أنه يمكن أن يصل الإنسان نتيجة مجاهداته ونتيجة تهذيبه لنفسه إلى مستوى من الكمال، ولكن لا يمكن أن يصل إلى ذلك المرتبة العالية أو تلك المرتبة الكبرى من الكمال الإنساني. لكنهم يتفقون على أن المصداق لهذا المفهوم هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي الأعظم هو المصداق الأتم والمصداق المنحصر لهذا المفهوم، وهو مفهوم الإنسان الكامل. ومعنى كونه إنساناً كاملاً لا يمكن أن يكون هناك مجال من قدح أو ذم أو لمز في فعل من أفعاله أو سلوك من سلوكياته أو منقصة في فعل أو سلوك أو تصرف يصدر منه، وإن كل ما يصدر منه جميل وحسن ولا مجال لذمه أو تعييبه أو تعييره، وذلك لأننا نفترض أنه الإنسان الكامل. ما دام نفترض أن هذا هو الإنسان الكامل فبمقتضى السنخية، يعني التناسب والتجانس بين ذاته وهو كونه في مرتبة الإنسان الكامل وبين أفعاله، وأن كل ما يصدر منه فهو في مستوى ومرتبة من الكمال، لا يمكن لأي أحد أن يورد على فعله أو على تصرفه أو على سلوكياته أي نقد أو إشكال أو ذم أو تعيير. هذه المرتبة، مرتبة الإنسان الكامل، هي ما يشير إليها القرآن الكريم مرة بالثناء عليه في خصلة من خصاله، ومرة بعنوان عام يشير القرآن إليها. أما ما يشير إليه بعنوان عام فهي الآية المعروفة، قوله عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. كون على خلق عظيم هذا مدح مدح به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث لم يأتي هذا الثناء الطارف على أحد من الأنبياء أو على أحد من المرسلين أبدا إلا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجملة في إجمالها تشير إلى هذه الحقيقة والمفهوم الذي يذكره علماء العرفان، وهي الحقيقة، حقيقة الإنسان الكامل. وعندهم نقطة يشيرون إليها، وهي أن مرتبة الإنسان الكامل يعني هي الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم تعني الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو الحقيقة المحمدية. هذه المرتبة وهي مرتبة الإنسان الكامل والتي تشير إليها هذه الآية بإجمالها، وآيات تشير إليها بثناء عليه في صفة من صفاته: فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه تشير إلى صفة، ولكن هذه الصفة هي من الصفات التي تستجمع الصفات الكمالية والمناقب والفضائل، فكأنما هي صفة ولكنها مركز ومحور لجميع المناقب والفضائل. مرتبة الإنسان الكامل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي استحالة صدور أي تصرف هو أي فعل فيه منقصة، ما لها ربط بالذنب، ما لها ربط بالمعصية، لأن مسألة الذنب والمعصية
تحفظها أو يحفظها مقام العصمة. كون معصوم يعني لا يصدر منه ذنب، لا تصدر منه معصية، لا يصدر منه تجاوزا لحد من حدود الله أو حكم من أحكامه. مرتبة الإنسان الكامل تنظر إلى كمال الأفعال وكمال التصرفات، بمعنى لا يمكن أن يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم أي فعل فيه نقص ومذمة، كل ما يصدر منه هو لائق بمرتبة كمال ذاته صلى الله عليه وآله وسلم. خلنا أضرب مثال لهي الفكرة حتى تتضح لكم بشكل جدا واضح. الإنسان الذي بلغ مستوى من الكرم كحاتم الطائي مثلا، الذي يضرب به مثل الكرم، هذا الشخص بما أنه وصل إلى هذه المرتبة العليا من هذه الصفة وهي صفة الكرم، لا يمكن أن يصدر منه في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان أو ساعة من الساعات تصرف لا يليق بمرتبة كماله النسبي. هذا الكمال النسبي الذي وصل إليه هذا الشخص مستحيل أن يصدر منه تصرف يدل على لؤم أو بخل. لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع مرتبة كماله النسبي الذي اتصف به، مع أنه مو كمال مطلق، كمال نسبي في ناحية من النواحي. وصل هذا الإنسان إلى مرتبة الكمال في الكرم، فما يمكن أن يصدر منه تصرف يدل على لؤم أو بخل. ولذلك لو جاء شخص يحدثنا أن حاتم فرضنا طلب منه شيء امتنع وبخل، ما يمكن أن نقبل هذا المعنى أصلا. لماذا؟ لأنه لا يليق بمرتبة كماله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الفارق الكبير والبون الشاسع بين الكمال النسبي الذي يصل إليه الإنسان وبين الكمال المطلق الذي تحلى به واتصف به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فمرتبة كونه في مرتبة الإنسان الكامل، كونه صلى الله عليه وآله وسلم في مرتبة الإنسان الكامل تقتضي أن كل ما يصدر منه هو مناسب لكماله ومناسب لمقاماته المناقبية والفضائلية. فلو جاءنا، وهذه ثمرة هذا المقام، ثمرة هذا المقام بالنسبة إلينا أننا نجعل من هذا المقام ضابطا، ونجعل من هذا المقام ميزانا، ونجعل من هذا المقام محكمة لمحاكمة الموروث الذي يتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فالموروث الذي يصل إلينا من روايات أو من كتب تاريخ التي تتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتصف لنا سلوكياته وأفعاله وتصرفاته، سواء كان مع نفسه أو مع أصحابه أو مع أهل بيته أو مع الآخرين، هذا المقام كون الإنسان الكامل ومصداق لهذا المفهوم العرفاني، هذا ميزان لمحاكمة هذا الموروث التاريخي. فلو جاءنا ما يدلل على صدور تصرف أو فعل منه لا يليق بمرتبة كماله ومرتبة كون الإنسان الكامل، هذا الموروث لا يمكن أن يعبأ به ولا يمكن أن يلتفت إليه أيا كانت هذه الرواية وفي أي مستوى من الصحة، ولو كانت هذه الرواية في مصادرنا أو مصادر السنة في كتبنا أو كتب السنة، سواء كانت هذه الرواية من ناحية السند صحيحة أو غير صحيحة، لأنه لا عبرة بصحتها عندما تتحدث عن سلوك أو عن فعل أو عن تصرف لا يليق بمرتبة كمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكون في مرتبة الإنسان الكامل. ومن هنا نحن نستطيع أن نحاكم كل هذا الموروث التاريخي برواياته وبكتب التاريخ والسير
التي تتحدث عن تصرفات لا تليق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا تليق بمرتبة كماله. والمصادق في الهنكم كثيرة، كأن مثلا بعض الروايات تتحدث، وهذا مؤسف، يعني بعض فقهاء السلفيين يسألون في محطة في فضائية عن البول واقفا أجلكم الله، في إشكال؟ اللطيف أنه لاحظ شنو يستشهد، ما قال أنه ما في إشكال وانتهى، قال لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على بساط أو صباط آل فلان، موجود أي رواية في مصادر السنة، وبال واقفا. هذا التصرف لا يليق بشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه ذلك الإنسان في مرتبة الكمال، ولا يمكن أن يكون منه ما يصدر، ولا يمصح أن يصدر منه ما يخدش في مرتبة كماله، لأن هذا لا يتناسب، لا توجد سنخية بين مرتبة كماله صلى الله عليه وآله وسلم وبين هذه المروية أو غير ذلك من مرويات التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرتبة هي تصون كل أفعال النبي، كل سلوكيات النبي عن أي نقص أو قدح أو ذنب، وتكون كل أفعاله وكل تصرفاته وكل سلوكياته على أتم الكمال، متناسبة مع مرتبة كماله صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الاصطفاء، هذه المرتبة لا نتحدث عن الاصطفاء العام، مرتبة الاصطفاء العام، الأنبياء كلهم ماذا؟ مصطفون من بين الخليقة لمقام النبوة، وهذه ليست تكون ميزة للنبي العظم صلى الله عليه وسلم، وإنما الاصطفاء الخاص، هذا الاصطفاء الخاص الذي أشارت إليه الكثير من الروايات، كالرواية التي تتحدث وتقول كنت نبيا وآدم بين الصلب ماذا؟ والتراب، أو الروايات التي تتحدث عن كونه صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين أرواح أو أشباح حول العرش يسبحون، وغير ذلك من الروايات التي تدلل على ميزة الاصطفاء الخاص للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا إشكال عندنا في ثبوت هذا المقام، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم والذرية الطيبة المعصومين من ذريته وأبنائه لهم هذا المقام، وهو مقام الاصطفاء الخاص، وكونه سيد الأنبياء، كون سيد المرسلين، كون أفضل الخلق، كون أفضل الأنبياء سيد المرسلين، لا إشكال هذا مقام الاصطفاء الخاص. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المقامات التي يتمتع بها وبهذه المميزات التي يتميز بها، وقد عكست سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقامات، وجسدت سيرته هذه الصفات والمقامات والمميزات لذاته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي عكس مقام الرحمة والرفق، كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا بأمته، وليس موقف وليس موقفين ولا ثلاثة تعكسها سيرته العطرة، بل العشرات من المواقف، لما أودي وطرد من مكة ولجأ إلى جبل من جبال مكة، وكانت ساقاه تدميان دما وتسيلان دما، جاءه جبرائيل عليه السلام ثم قال له يا رسول الله لو شئت، يعني إذا تريد،
لو شئت لضربت بهم الأخشبين. أخشبين يعني جبل ماذا بين مكة، جبلان عظيمان بين مكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى مدى رفقه بهذه الأمة قائلا: اللهم اغفر لقومي إنهم ماذا لا يعلمون. يعني مو فقط دعا لهم بالمغفرة، بل التمس لهم ماذا؟ العذر، وهو أن ما يصدر منهم هو نتيجة عدم علمهم، نتيجة عدم معرفتهم، نتيجة لعدم بصيرتهم. مرة إنسان يتسامح ولكن في داخل نفسه شيء، وهو أن هذا أنا أعفو عن هذا الشخص، لكن هذا التقصير الذي صدر منه، هذا التصرف لا أرى له أي مبرر. النبي صلى الله عليه وسلم مو فقط دعا لقومه بالمغفرة، وإنما التمس لكل ما صدر منهم عذرا. قال: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. يعني ما صدر منهم من أذى، ما صدر منهم من تصرف، هو نتيجة جهلهم. ولا لو كانوا يعلمون أنني أتيتهم بخير الدنيا والآخرة لما فعلوا هذا الأمر. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما فتح مكة وأسند ظهره إلى الباب، باب الكعبة، وأهل مكة قد احتشدوا عند الكعبة، نظر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تتوقعون أنه أفعل بكم؟ وهي نشوة الانتقام التي تتحرك عند الإنسان ومشاعر الانتقام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خاطبهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكرهم، قال لهم: ألم تؤذوني؟ ألم تطردوني؟ ألم تأتوا لي إلى مدينتي تقاتلوني؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان كله رفق بالمسلمين وبالمعاهدين، يعني أهل الذمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد المحبة في كل تصرفاته وأفعاله وسلوكه، جسد الرحمة، جسد الرفقة والمحبة والاحترام في كل أفعاله وتصرفاته وسلوكياته، في حين أنه مع الأسف هذا المجسم للكمال لو تجسم الكمال في هيكل لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجسمة هذا الكمال. انظر ماذا يقدم للعالم، ماذا تقدمه مروياتنا، هي المرويات اللي صارت مادة دسمة جدا للأعداء والمغرضين ليتغذوا من خلالها، ويقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما في صورة إنسان منهمك في اللذات والنساء والمتع، أو يقدموه في صورة إنسان دموي يحب الدم والقتل والدمار. هذه الأفلام التي الآن يعني مسألة الثقافة الغربية تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ثقافة عدائية، وهذه لابد أن نلتفت إليها أيها الأخوة. يعني لماذا في هذه الفترة بالخصوص؟ أولا، محاولة الغرب لتشويه شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأفلام التي تعمل من أجل تشويه شخصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني، إيجاد أناس مشوهون، تماما بعيدون عن الدين، بعيدون عن الأخلاق، ويقدمونهم على أساس أن هؤلاء مثال للمسلمين في الرعيل الأول وفي الصدر الأول، من خلال القتل ومن خلال الذبح ومن خلال قطع الرؤوس. كل هذه الحركة ليست هي حركة غير مقصودة وعفوية، لا، هي حركة مدروسة تماما. الغرب في الفترة الأخيرة، شباب الغرب، شابات الغرب،
بدأوا ينفتحون، وهذا ما لا تتحدث عنه وسائل الإعلام وتخفيه، ولكن الأخبار المسربة ونتيجة بعض المعلومات التي من هنا وهنا تسرب من دوائر الاستخبارات العالمية تؤكد أن هناك إقبال منقطع النظير من قبل الشباب الأوروبي والشابات الأوروبيات للتعرف على الإسلام، وأعداد المسلمين، أعداد من يدخل الإسلام من الأوروبيين أعداد هائلة، وهناك تكتم على هذه القضية. الأسلوب الذي يحاولون أن يصرفوا أنظار الأوروبيين، الثقافة الأوروبية والاتجاه السياسي الغربي، حتى يوجد حواجز بين شبابه الشباب من مواطنيهم والشابات من مواطنيهم، إيجاد الحاجز بينهم وبين الإسلام، عمدوا إلى أمرين. الأمر الأول تشويه شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اعتماد هذه المرويات التي تظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شخصية ضعيفة وأنه رجل منهمك وحاشاه في اللذات والمتع، ومن خلال إظهاره بأنه شخص دموي يحب سفك الدماء. هذا التشويه لم يأتي من فراغ، إنما هذا التشويه اعتمد على مادة إسلامية وعلى مصادر المسلمين، يمكن يلعب الإخراج فيها دوره، ولكن الأساس لهذه الفكرة مادة إسلامية. والأمر الثاني الذي حاولوا من خلاله إبعاد المسلمين أو إبعاد شبابهم من مواطنيهم الأوروبيين عن الإسلام هو إيجاد هذه المنظمات الإرهابية بعنوان الإسلام والمسلمين، والتي تظهر صورة المسلمين شرابي دماء، سفاكي دماء وقاتلين. هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة الناصعة التي يتحدث عنها القرآن ويتحدث عنها التاريخ الصحيح، ومواقفه التي جسدت الشفقة والرحمة والمحبة والاحترام، نحن علينا مسؤولية، المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا مسؤولية كبرى أن نقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشخصية إنسانية قبل أن يكون رسولاً، قبل أن يكون نبياً. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أبعاده ومقاماته المتعددة، علينا أن نقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعده الإنساني للعالم، هذا البعد الذي يحاول الغرب أن يخفيه مخافة أن تتأثر شعوبهم بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تقل الآن الوسائل متاحة، كم منا يمتلك الانستغرام، هذه الوسيلة الإعلامية، وبعض الانستغرامات معروف متابعيها يصلون إلى عشرات الآلاف. هل نحن استفدنا من هذه الوسيلة لتقديم شخصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه مسؤولية علينا، في الزمن السابق ربما لا تتاح لنا وسائل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أو استفادة لطرح عقائدنا وثقافتنا ورجالاتنا ورموزنا، لكن اليوم ماذا؟ المسألة متاحة بمقدار متاحة لنا، بمقدار جيد متاحة لنا، وفي نفس الوقت نستطيع بأفكارنا أن نبتدع وأن نجدد في كيفية التوظيف ومخاطبة العالم بلغاته المختلفة. يا ليت أنه تطلق حملة لإنسانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الانستغرام وتقديمه صلى الله عليه وآله وسلم في بعده الإنساني، كتبديد لذلك التشويه المتعمد لشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسؤولية علينا اتجاه نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقل ما يمكن أن نقوم به اتجاهه وأداء لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل ببركات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم
وبركات مولانا الإمام الصادق أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمستضعفين في العالم، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً يجبى إليه ثمرات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.